بالقرب من كنيسة سيدة الشير بأهمج مدرسة ابتدائية مجانية تابعة لراهبات العائلة المقدسة المارونيت. أيضا مجموعة من الراهبات بقوموا بنشاطات كثيرة بهالمنطقة. نحن بأهمج هالمدرسة من 1909، مدرسة قديمة، يعني من أول مدارس الجمعية تأسست على أيام المؤسس. ونحن بحسب روحانية وهدف تأسيس الجمعية، البطرك الحويك أراد أن نكون موجودين بكل الضياع اللبنانية قد ما فينا نكون. نحن عم ننشئ الفتاة اللي هي بالضياع النائية، لأنه بيعتبر هي الفتاة هي أم العائلة وهي اللي بدها تربي العائلة. ونحن بعدنا لحد هلأ موجودين تقريباً بكل المناطق الجبلية بلبنان، ونحن من الجملة بأهمج. المدرسة هون مدرسة مجانية ابتدائية، السنة كان فيها 250 تلميذ. المدرسة هي للوقف، الأرض للوقف، ونحن نتعاون نحن والوقف بكل الأمور. الكنيسة والمدرسة بوحدة تامة وتكامل وتعاون تام، كل شيء فيه بالرعية نحن نتعاون ونستعين فيهم. والكنيسة سيدة الشير هي عطول حاميتنا، ونحن منزورها ومنقدس، والكهنة بيهتموا روحياً بالتلاميذ. هالساحة اللي شايفينها هي ساحة الضيعة وساحة المدرسة بنفس الوقت. في كنيسة أكيد، في معبد، لأنه نحن من عشية والصبح في عنا صلوات خاصة بالرهبات، وفي أوقات للخلوة. عايزين أنه مع أنه نحن رابعة كنيسة رعية، بس عايزين نحن يكون عنا خلوات بالدير، وأكيد بكل دير في كنيسة، هذا المحل الأهم والأحب على قلبنا. نحن أول شيء المدرسة، أهم شيء التربية، مجال التربية. نتواجد بالضيعة هلأ، نحن فترة الكورونا أكيد الأعمال خفت، بس نحن أكيد بكل الأحزان مع الضيعة. دايماً كل شيء في جنازات أو حدا ميت نحن بنكون عم نصلي وعم نعزي. منزور ولاد أول قرباني، بلشنا نزور المسنين، أعمال رعوية، ساعات سجود. يعني بدك تعتبر قد ما وقتنا بيسمح لنا نكون مع هالضيعة ومن هالضيعة. نحن هيك، نحن بنعتبر حالنا بيت بهالضيعة وبقلب الضيعة، وهيك الضيعة بيعتبرونا. وشو فينا نكون معهم وسوا نحن وياهم تحت حماية سيدة الشير. نحن هلأ أمام كنيسة مرمخايل بمحلة عين الدير. هالكنيسة اللي موجودة القديمة الأثرية هي وقف خيري لعائلة أبي موسى المجبر، ومنعيد فيها نحن ب 28 الثاني وب 6 أيلول. مبدئياً عيد مرمخايل بنعمل هالكنيسة، هي منقدس فيها نحن بس بأعيادها، ولما بيكون في عنا أي شيء مناسبة خاصة للعائلة. كمان إلى جانبها كان في خربة قديمة، هي رجعوا بهمة العائلة رمموا هالخربة وصارت دار للرعية بيستقبلوا فيه بأفراحهم وبأطراحهم. مرمخايل وين ما كان علينا بيروحوا سهران، مرمخايل وين ما كان علينا بيروحوا سهران، وبالسما الله اختاروا عم لا يكتوا أسراروا، بالسما الله اختاروا عم لا يكتو أسراره، تيرافق روح الإنسان مرمخايل وين ما كان.
ناصر شعبك وين ما تكون، حارس كل عقول الناس، نيالك حاضر بتكون، كلمة الكاهن صلى بكاس، سبحانه منك ممنون، الله عطيك الإحساس، صرت بستان الزيتون تتلاقي رب الأجواء، مريم خايل وين ما كان علينا بيروحوا سهران، مريم خايل وين ما كان علينا بيروحوا سهران، وبالسما الله اختاره عم لا يكتو أسراره، بالسما الله اختاره عم لا يكتو أسراره، تيرافق روح الإنسان، مارم خايل وين ما كان، مارم خايل وين ما كان. أول كنيسة بتستقبلك بمنطقة إهمج بمحلة شخنية هي كنيسة مردومت. هالكنيسة رعوياً تابعة لإهمج، إنما جغرافياً تابعة لمنطقة ترزايا. منتعرف عليها خاصة أنه مردومة شفيع كتير من الناس بلبنان. احنا هلأ أمام كنيسة مردومة يلي هي بمحلة شخنية، كمان تابعة لرعية إهمج. هالكنيسة هي بنت بلشوا البنى فيها الخوري مخايل ابن الخوري جريس أبي رميا بأواخر القرن 19، وبأوائل القرن 20 كانت انتهت ورجعت ترممت. احنا منعيد بعيده بسبعة آب. احنا ليلة العيد بصير في عنا كمان احتفال بهالمناسبة بليلة عيده، بيعملوا حفلة كمان المؤمنين، وإلى جانبه كمان في دار الرعية اللي كمان بعدهم عم بيشتغلوا إلى توسيعه حتى يكونوا عم بيستقبلوا الأشخاص. منقدس فيها نحنا، هي كنيسة رعائية، يعني الأحدات الأعياد بنص الجمعة كمان فيها قداس يوم الخميس، وكل الاحتفالات الطقسية نحنا بنحتفل فيها، عمادات أكاليل وغيرها، ولكل أبناء المنطقة يلي هون. صولجان محبة وإيمان، المردومة البار الله المجد اختار، تيشفي الإنسان تيشفي الإنسان، مردومة يسوع بيفيض الينبوع، المردومة يسوع بيفيض الينبوع، والقلب الموجوع لالله المرجوع، بكل الأزمان بكل الأزمان، تاج صولجان محبة وإيمان، تاج صولجان محبة وإيمان، مرضومة البار الله المجد اختار، تيشفي الإنسان تيشفي الإنسان. ضع
ضيعتنا حميها وبالحب رويها، ضيعتنا حميها وبالحب رويها، تأهاليها العذراء تخليها، يحفظها الرحمن يحفظها الرحمن، تاج صولجان محبة وإيمان، تاج صولجان محبة وإيمان، المرضومة البار الله المجد اختار، تيشفي الإنسان تيشفي الإنسان تيشفي الإنسان تيشفي الإنسان. Thank you.
سيد تشير خوينا حن علينا وقوينا اهمش ضيعة من لبنان بترابة عاش الإيمان اهمش ضيعة من لبنان بترابة عاش الإيمان اسمك فيها بيكفينا سيد الشير حمينا سيد الشير حمينا نحن موجودين بعين الدير اهمش هالبيت تقدم لرهبات القربين تقريبا بال 99 من مدام اسمها مريم جبر وهبته لرهبات القربين هي قعدت فتره بكفر مسحون وكانت مبسوطه من معامله الرهبات فمن بعد وفاتها كان هيدا البيت مع جنينه هو التقديمه للرهبات جنينتنا فيها تفاح فيها سفرجل وهلأ بيعملوا الرهبات بيزرعوا مزروعات مثل الخس مثل البصل الثوم وغيره وغيره نحن كمان عم نعمل البيت اللي هو بيت قريب من هون قريب من بيت الرهبات لاستقبال الرياضات الروحية مع كنيسة نتمنى هيدا الشيء يتم من الله راد شوي شوي لأنه نحن كجمعية رهبات القربين في عنا مصادرنا كثير قليلة خاصة إنه نحن منتكل على المساعدات رهباتنا كمان بآخر الصيفية بحضروا المونة مثل المربيات والكبيس والزعتر فمعيشة الرهبات اللي هني خمسة موجودين هون بهيدا المركز من هيدا الشيء اللي بينتجوا بيشتغلوا أكيد بالأرض الرهبات كابيلا السيدة يعني هني اثنين كابيلات اثنين كابيلا السيدة هي بتقع على حدود عناية أهمج مثل ما قلت بالماضي كان مجتمع كهنوتي وكان في أحد الكهنة يشتي بشخنية ويصيف بدعويني على راس التلي منطقة كتير حلوة فوق كنيسة كتير صغيرة ما بتساع 10 أشخاص اسمها كابيلا السيدة لسبب كانوا يقدسوا فيها بالصيف وحد منها في مدافن بالأرض هالكنيسة هيدي لأسباب كتيرة راح نصها وضل في النص التاني أوكي رجعوا الأهالي مش من زمان كتير رجعنا بنيناها نحن فوق وبيتقدس فيها بثماني أيلول بثماني أيلول عكنيس بعيد سيرة النجاة الأهالي فوق لأنه في بعض مسافة ما فيش عنا هالمسافة البعيدة أكيد بس حبوا يكونوا عم يعملوا مدافن فوق عملوا مدافن فوق وانشرق أرض حد الأرض يلي فيه عليها كابيلا السيدة الأرض يلي فوق فيها معصرة وهذه بتخص عائلة أبي رامية المقيمين بالعوينة بتطلع بحدود 700 متر عملوا الأهالي نشاط واشتروا حد منها 700 متر باسم وقف مرجريس بيبقى الأبونا بيحكي عن كنيسة مرجريس بالعوينة يعني عنا أحلى تلي تقريبا بتصير مقابيل محبسة القديسين بطرس وبولس بتصير مقابيلة يعني عنا فوق بحدود 1400 متر هودي مع الوقت إذا الله عطي والقديسين عطيه بيصير في عنا كاتدرائية كتير حلوة فوق ولكن حاليا الطقوس عم تنعمل بكنيسة مرجريس بالعوينة بيحكي عنها الأبونا كابيلا سيدة النجاة كان في أحد الرهبان اسمه يوسف أبي يونس بالرهبنة اللبنانية المارونية بأرضه بعمر كابيلا صغيرة هيدي كان يطلع هو شخصيا يقدس فيها من وقت لوقت هالكابيلا هي بتخص عائلة أبي يونس بالعوينة فوق
ونحن بنقدس فيها مرتين بالسنه بشهر ايار وبعيد الانتقال. اوكي، يعني هيدي كابيلا خاصه، يعني ما فيش عليها حتى، هي منا مفتوحه الكنيسه، مسيج الارض، بس يلي بده يروح يزور هالكنيسه اللي بيكونوا الاهل فوق موجودين، لانه هن بيشتوا بجبال وبيصيفوا هون بالعوينه، لسبب ما بنقدر نفوت عليها الا اللي بيكونوا الاهل موجودين فوق وفتحين البوابه الكبيره المدخل الرسمي للكنيسه. بإهمج كمان وأول كنيسة من بعد ما تنتهي من منطقة المحبسة بعناية، كنيسة مارجريس، بيحتفلوا بعيدها بـ 23 نيسان من كل سنة. كنيسة صغيرة رح نتعرف عليها. نحن هلأ بأمام كنيسة مارجريس بالعوينة، يلي نحن كمان بعدنا ضمن إهمج، رعية إهمج وإهمج العقارية كمان. هالكنيسة هي كمان اللي بناها الخوري مخايل ابن الخوري جيريس أبي رميا، يلي بني كمان كنيسة مردومة. هون كانوا يطلعوا يصيفوا، كانوا يزرعوا أراضيهم، مشان هيك بالصيف كان يبقى يقدس هون بالكنيسة، كنيسة مارجريس. كانت كنيسة خاصة أكيد، وبعدين قدموها لحتى تكون كنيسة رعائية، ورجعوا بهمة الأهلي وسعوها وكبروها، مع بدنا نلفت النظر انه كمان على التلي في عنا كنيسه سيده النجا يلي هي كنيسه اثريه من ايام القديس شربل، كمان موجوده ترممت، حاليا نحن مش عم نقدس فيها. والى جنبها كان في عيار لحتى يكونوا عم بيرجعوا يبنوا كمان دار رعيه للافراح والاتراح لكل ابناء المنطقه. مارجريس نحن بنعيد له ب 23 نيسان وب 3 تشرين. هالكنيسه هي كل اللي نعمل كل القداسات فيها، يعني الأحادات والأعياد وكل الرتب الطقسية، وكمان كل يوم أربعة على الساعة 6 فيها قداس مسيح. نحن هلأ على جبل العوينة أمام كنيسة سيدة النجا. الكنيسة هي كنيسة خاصة لعائلة أنطوان سابق أبي يونس، بنحتفل فيها بس بعيد السيدة بقداس. وهالكنيسة انعملت قديما، يعني بناها بيو لأنطوان سابا لحتى كرمال خيو كانوا يجوا الرهبان أوقات يجوا يقدسوا عندهم. شهيد القداسي الحرب اللي بإيدك شمع بتنور قلب القاسي وبتمسح آخر دمع. يا شهيد القداسي الحرب اللي بإيدك شمع بتنور قلب القاسي وبتمسح آخر دمع. قديس وعرش وحصانه والحرب صولجانه، قديس وعرش وحصانه والحرب صولجانه، خليك بقلبي عنوان مارجريس أغلى الفرسان، خليك بقلبي عنوان مارجريس قلب الإنسان لمضيع
فينا يا شهيد القداسي، الحرب اللي بإيدك شمع بتنور قلبي القاسي وبتمسح آخر دمعة يا شهيد القداسي، الحرب اللي بإيدك شمع بتنور قلبي القاسي وبتمسح آخر دمعة. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب. قد رآها واصطفاها رب كل العالمين، ووقاها مذ براها كل محظور يشين. هي رجاكم في شقاكم، فاسمعوا يا خاطئين، لا تخافوا أن توافوا لحماها طالبين. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب. هي تعرف وهي توصف أنها الملجأ الحصين، فاقصدوها تجدوها عونكم في كل حين. اذكرينا وانظرينا نظرة الأم الحنون، أسعدينا ساعدينا عندما نلقى المنون. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب. مجد مريم يتعظم في المشارق والغروب، كرموها عظموها ملكوها في القلوب، ملكوها في القلوب. تتميز معظم الكنائس بإهمج بوجود شجر السنديين بقربة، ومنا أشجار عادية، أشجار جداً معمرة. نحن هلأ بالقرب من كنيسة القديسة صوفيا بإهمج، هالكنيسة القديمة أيضاً، وبيحتفلوا بعيدها ب 11 أيلول من كل سنة.
بنوصل لكنيسة مارجريس بكرتا بمنطقة إهمج، هالكنيسة اللي عمرها أكثر من 150 سنة، آخر مرة ترممت وأزيد عليها هو بالعام 2004. آخر كنيسة بمنطقة إهمج هي بمحلة المخاضة، تحديداً تحت جبل حفرون. هالكنيسة بتحمل اسم سيدة الرملية، يمكن هي آخر كنيسة تم بنائها بهالمنطقة. خلينا كمان نتعرف عليها. نحن هلأ أمام كنيسة سيدة الرملية بالمخاضة، هالكنيسة يلي بنيوها الأهالي لأنه نحن أبناء إهمج بيطلعوا بالصيف على هالمحلة لهون على المخاضة، بيزرعوا الأراضي يعني ويصيفوا كل الوقت هون، يطلعوا مع كهنتهم، مشان هيك عملوا كنيسة يكونوا عم بيصلوا فيها ويقدسوا فيها يعملوا واجباتهم. نحن حالياً هالكنيسة بنسميها كنيسة سيدة الرملية نظراً للرمل الموجود حواليها أولاً. اثنين، نحن منقدس كل يوم سبت على الساعة 5 مساءً خلال الصيف لأنه بالشتي هون بيكون التلج مغطى الأرض، وقدساتنا حالياً بالصيف هي بتكون هلأ بالساحة برا هون لأنه الكنيسة صغيرة يلي بعدهم وعندهم الهمة الأهالي حتى يكون عم نكبرها شوي تنقدر تكون بالصيف عم نقدس فيها ونحتفل فيها. بعطي بس شغلي كمان، نحن السنة مع خوية الحبل بلا دنس بالرعية عملنا مسيرة، يعني يوم عيد مولد العذراء احتفلنا بالقداس وانطلقنا بمسيرة من هون إلى كنيسة سيدة الشير، ختمناها بزياح ورجعنا هيك تقسمنا مع بعضنا كاسة قمح ومناسبة العيد. كنيسة سيدة الرملية المخاضة إهمج، لما نقول مخاضة يعني حي تابع لإهمج، بصير على مشارف اللقلوق المنطقة السياحية. مثل ما قلت أنا إنه إهمج كانت مجتمع كهنوتي، والمخاضة أرضها كانت لأهل إهمج، وفي الأرض فوق كان يزرعوها بفصل الصيف، في نبع فوق اسمه نبع الدعوق، هالمي كانوا يتقسموها الأهالي تيسقوا أراضيهم. من ضمن الأهالي يلي كانوا يطلعوا لفوق الكهنة مبت جبرايل ومبت خليفة، كانوا يطلعوا يصيفوا فوق ويزرعوا أرضهم. لهالسبب قرروا أنهم يعملوا كنيسة صغيرة تلقبونا يبقى يقدس بفصل الصيف. يعني الكنيسة فوق تقريبا من سنة 1850، كناية عن أبو عقد كتير حلوة أثرية. نحن رجعنا تقريباً هالقني من خلال 15 سنة لمن صرنا كهنة اثنين بالرعية، نطلع من قدس للأهالي كل يوم سبت حسب يعني هني ما يريدوا، أو السبت عشية أو الأحد عشية. سيدة الرملية سموها فوق بسيدة الرملية لأنه المنطقة هي رملية، أخذوا هالاسم سيدة الرملية بالمخاضة إهمج. في قدامها ساحة كتير حلوة تابعة للوقف، ولجنة الوقف يلي هي معينة لإدارة وقف سيدة الشير إهمج هي ذاتها بتدير كنيسة سيدة الرملية بالمخاضة، يعني بس فقط صيفية، لأنه بتعرفوا مثل ما قلنا إنه اللقلوق منطقة تزلج، منطقة تلج، بالشتوية ما في حدا فوق، يعني من حزيران لغاية تشرين الأول أهالي موجودين فوق. هي 1850 انعملت، نحن بنحتفل بعيدها كمان ب 15 ابريل. قديم الزمان بأيام الرومان كان في ناس كتار حاربوا الإيمان،
بديم الزمان بأيام الرومان كان في ناس كتار حاربوا الإيمان كان عندها ثلاث صبايا رجوا محبة وإيمان صاروا للرب هدايا قتلوهن مثل القطعان كان عندها ثلاث صبايا رجوا محبة وإيمان صاروا للرب هدايا قتلوهن مثل القطعان صوفيا هالقديسي مهما جلد وتعذيب مشيت عدرب كنيسي وحملت عكتافة صليب بديم الزمان بأيام الرومان كان في ناس كتار حاربوا الإيمان بديم الزمان بأيام الرومان كان في ناس كتار حاربوا الإيمان صوفيا يم الشهادي صوفيا نبع السعادة بدنا بركي منك بركي ونظر علينا بزيادة صوفيا بلادي بتنادي ردي الوحدة الأرض ولادي بدنا بركي منك بركي ونظرة تحميل بلادي بديم الزمان بأيام الرومان كان في ناس كتار حاربوا الإيمان بديم الزمان بأيام الرومان كان في ناس كتار حاربوا الإيمان حاربوا الإيمان حاربوا الإيمان.